يا اخواتي، اليوم ندير لكم بنص صدر الدجاج زوج اكلات اقتصاديه ومليحه وبنينه تفرح عيلتكم. شوف صدر الدجاج نصه رحيناه ها، ونص الاخر قطعناه هكذا كي شغل ترخيخ. يا اخواتي شوفوا اليوم، شوف هذا رحيناه وهذا شغل لي زيسكالا، بنقصو هكذا من صدر الدجاج. شوف هكذا ونخليوه الاول نبداو به. شوف ناخذ هذاك صدر الدجاج رانا رحيناه، وهذيك العظمه خليوها هكا بنه، نديرو الزيت، نديرو شويه سكنجبير، شويه راس الحانوت، شويه عكري، وشويه كركم، والبصل والثوم. نص نديرو هنا ونص نديرو في هذاك الضر لي ملح، من بعد نزيدو شويه ملح. شوف نزيدو نديرو الملح، نديرو شويه ملح هنا وشويه ملح هنا. واش درنا هنا هذاك الحريص تاع الكركم وكامل نديرو لها ثاني، نعاودو لها شويه عكري. واش درتي في الطنجره؟ تعاودي شويه راس الحانوت، شويه سكر جبير، وشويه كركم. هنا نزيدو لها هذه حبه بيض، وندير لها شويه رز مفور هاك، رز مفور برك، ما هو طايب ما والو هكذا، ونخلطو. نخلطو مليح ونديرهم دي بوليت. خلينا هذيك العظمه هكا نديروها بنه، نديرو نميولها البطاطا هكذا. نحطو هنحركو خياتي، ونزيدو لها هاك قيرفة طوماطيش، ونخليوها هاكا تتقلى مليح، ونديرو لها الما دافي هاكا. هادي هاكا حركوها هاكا، ونديرو هذاك الماء دافي، وبعد هذاك شوف لي بولات واسيناهم هكذا كورناهم، ونبداو نرميوهم هنا في الطنجره تاعنا هكا بالوحده، ونغلقوا الطنجره تاعنا ونوريكم الوصفه الثانيه. وهذه الوصفه الثانيه، ناخذوا هذاك صدر الدجاج اللي حليناه هكذا، حليناه نحطوه هكا كما تشوفوا. شوف هكذا نقصوه، نسيوه هكذا، شوفو في صدر الدجاج زوج، وشوج درنا زوج أطباق، نديرو هكذا، نسموه، نديرو كيما درنا التتبيله شويه هكا راس الحانوت، باه يجينا بنين، نديرولو شويه كركم، مكثروشي خاطرش الكركم كثرتيه تولي الماكله مره، هكذا. هكذا نشيلها، الدنيا بيان سو يكونو مقاية وكامل. ومن بعد نربطوه، نلفوه هكا مليح ونربطوه منا ومنا، نصيرو مليح الربطة، ومن بعد نحطوه يكون الفور هكذا مليح، ونغطيوه عليه، ومن بعد ونخليوها تفور، ومن بعد نوريكم في وصفة التقديم الأطباق هكا. خياتي ها شوفوا كيف جاتنا، وشبحناها بالشلاضه وطماطيش، نديرو لها بقها زيت الزيتون تشهي، وها هو مثلا تاعنا تاع الدجاج. شوف نصف صدر الدجاج، شوفو واش درنا، واش هي طيبه، واشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس. هاي بالسلامه عليكم.